يسقطني أن أشير إلى أن مشروعنا في وحدة المجالس المحلية ينطلق من نقطة أساسية تقول أن دماء الشهداء والتضحيات الكبيرة التي يقوم بها الجميع في سوريا لا يمكن أن تضيع سدى. لذلك يجب إنجاح الثورة، والإنجاح الثورة لابد من الحفاظ على أكبر قدر ممكن من مكونات الدولة. فعملنا في وحدة مجالس محلية ينطلق من حفاظنا على تضحيات الشهداء، من حفاظنا على تضحيات الشعب، والوصول بها إلى إن شاء الله تعالى الحفاظ على الدولة مفهوماً وتطبيقاً في جميع الأراضي السورية. دور الأجهزة التنفيذية في تنفيذ سياسة هي إلا أنه نحن ننطلق من الواقع، والواقع بيقول هلأ أنه الأجهزة التنفيذية نفسها كبنى هي ما هي موجودة. فلذلك في المرحلة الأولى من بناء المجالس المحلية لابد أنه المكتب التنفيذي يساهم وبشكل فعال جداً في بناء مؤسسات الأجهزة التنفيذية. إذا المكتب التنفيذي في المرحلة الأولى وفقط في المرحلة الأولى حيكون له دور تنفيذي بمعنى بناء المؤسسات الأجهزة التنفيذية. طبعاً هون لابد أن أشير إلى أنه هذه الخطوات هي خطوات المثلى، خلينا نقول، لأنه هذه الخطوات مرتبطة بعوامل عدة، مرتبطة بعوامل تمويل وهو عامل كثير أساسي ومحوري، مرتبطة ببعض صعوبات ممكن نناقشها بعد شوي. لذلك يتراوح أداء المجالس المحلية أو مطابقة المجالس المحلية الموجودة لهي المعايير بناء على ظرف المجلس نفسه. فمجالس بتوصل ل70%، مجالس 80%، مجالس تنزل ل50%، إلى ما هنالك. نحن نسعى دائما لأنه نوصل المجالس للطريق الأسهل والأفضل لتوطين مفهوم الدولة. الخطوة اللي بعدها هي تمكين هاي المجالس. تمكين المجالس بتم عن طريق بناء مؤسسات، مساعدتها على بناء المؤسسات. نحن قلنا هاي المؤسسات لازم تكون مستدامة، لازم تكون قادرة على دائما العمل، على استدامة العمل الخدمي بتغير المجلس. المجلس دورته 6 شهور، فإذا ما كان في عندي مؤسسات معناتها الحكي بس خلصت 6 شهور رح يرجع ينعاد بناء مؤسسات أول وجديد، وبمعنى آخر كل واحد حيجي بجماعته. فمنعاً لهذا الموضوع كتير بهمنا أنه تنبنى مؤسسات مستدامة في المجلس. النقطة الثانية هي بقى إطلاق خطة بناء واعتماد مجالس المدن والبلدات والبلديات. هذا الحكي وفق معايير، وطبعاً هون يعني لا يفوتني أن أشكر المكتب القانوني في مجلس محافظة حلب على الجهد العظيم اللي انبذل بهذا الموضوع، على المعايير اللي حطوها وبدء في العمل. طبعاً هذا لا يعني إنكاري للجهود الجبارة اللي صارت بكل الأماكن الثانية، بس هون كان في معايير نحن كثير استفدنا بالمناقشة معهم، تجربة حماية، تجربة رائدة بهذا الموضوع أيضاً، وفي عندنا مجموعة كبيرة من التجارب حقيقة. النقطة الصعوبة الأكبر اللي عم نواجهها هي لما بتجي كتلة داعمة وترتقي إن هي تتعاطى مع وحدة من القوى المكونة للمجلس المحلي. فمثل ما لكم شايفين بصب الدعم كله عن قوة، هاي القوة بسهولة بتسيطر على المجلس المحلي. طيب وين المشكلة بهذا الموضوع؟ المشكلة باقي القوة ما راح تسكت، باقي القوة راح ترجع تتكتل مع بعضها لتعمل مجلس محلي ثاني، أو لتتجه باتجاه آخر أكثر تطرفاً، أكثر غلواً، أكثر عداءً، أكثر عنفاً تجاه المجلس السابق. لذلك نحن نأمل أنه نستطيع بالتعاون معكم، بالتعاون مع جميع الجهات المانحة، أننا نضبط هذا الموضوع. نحن ما لنا ضد أي جهة مانحة أنها تتعاطى مع أي مجلس محلي، بس هذا الموضوع لازم يكون ضمن الخطة والرؤية العامة للدولة، وإلا فبناء الدولة رح يفسد وبالتالي الفوضى ستعم لا قدر الله. طبعاً مشاركة المجالس العسكرية يعني تقديم الحماية للمجالس المحلية من أي عصابات أو أي جهات غير مساندة للمشروع. الاستراتيجية عم نسعى إلى لتعزيز دور هاي المجالس العسكرية أو لتعزيز مشاركتها في المشروع هي عن طريق عقد تفاهمات مع هذه القوى لتعزيز مبدأ المشاركة المدنية بإدارة شؤون الحياة. بداية سأتكلم عن الواقع التعليمي في محافظة حلب في المدينة وفي الريف. طبعاً المدارس السورية عموماً للأسف خرج معظمها عن الخدمة بسبب القصف العشوائي الهمجي الذي تعرضت له. فكما تجدون بعض الصور هنا وبعض الأرقام الموجودة، حيث لحقت الأضرار في مدينة حلب لوحدها ب 85 مدرسة من أصل 350 مدرسة. وفي الريف الحلبي، الصورة اللي بعدها، وفي الريف الحلبي أيضاً هناك 103 مدارس من أصل 1100 مدرسة. أما المدارس المتبقية فيشغلها عدد كبير من النازحين،
حيث لم يجدوا لهم مكانا سوى هذه المدارس لتكون ملجأ لهم من القصف والقنص والبرد وحر الصيف. طبعا انطلق الناشطون، وهذه صور لبعض هذه المدارس، انطلق الناشطون في بداية هذا العام الدراسي، حيث لناشطي الثورة من المعلمين الفضل الأكبر في إعادة تنشيط المعلمين في إعادة تنشيط العملية التعليمية والتربوية في كل حي وفي كل قرية. قامت مجموعات من الشباب لافتتاح هذه المدارس، وكان دورنا نحن تقديم الدعم لهم، حيث لهم الفضل الأول في العمل ونحن نقوم بدور الداعم لهؤلاء الشباب. فقاموا بداية من بداية العام الدراسي بافتتاح هذه المدارس، ولم يألوا جهدا في رفع سوية التعليم. طبعا في هذا العام كان دورنا حقيقة دورا إسعافيا، حيث كان هدفنا الأول عودة أكبر عدد ممكن من الطلاب إلى مقاعد الدراسة. نحن نعتبر أن كل طفل يعود إلى مقاعد الدراسة هو مكسب حقيقي لنا، وكل مدرسة تعاود الافتتاح هي مكسب حقيقي لنا وللبلد. وبذلك يعني تمكننا من عودة حوالي 80,000 طالب من الصف الأول ابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، 80,000 طالب حتى نهاية العام الدراسي. طبعا هذا عدد يعتبر عدد قليل نسبيا مقارنة بما كان عليه الحال قبل الثورة، حيث يبلغ تعداد طلاب محافظة حلب في المدينة والريف تقريبا 1,100,000 طالب في المدينة وفي الريف قبل الثورة. لم يعد منهم إلى مقاعد الدراسة سوى 80,000 طالب. طبعا وهذا يعتبر حقيقة بالنسبة للإمكانيات الموجودة يعتبر إنجاز كبير. فهذا العدد، وتمكننا من افتتاح تقريبا 400 مدرسة بين المدينة وفي الريف، في المدينة 150 مدرسة وفي الريف 250 مدرسة تضم حوالي 80,000 طالب. طبعا مكتب التعليم باشر عمله كمكتب شبه رسمي في الشهر 11، وعندما تأسس مجلس محافظة حلب الحرة في 1 آذار تابع عمله كمؤسسة رسمية، فقام بكم هائل من التواصل مع كل المؤسسات التعليمية القائمة على الأرض وحاول جمعها فيما بينها من أجل زيادة التنسيق والتعاون، وهذا شيء نفتخر به، إذ أن المدارس المفتتحة والمراكز التعليمية والمؤسسات التعليمية صار لها الآن في محافظة حلب تجمع ورابطة يربطها من خلال مجلس محافظة حلب. فنحن نلتقي أسبوعياً من كافة المناطق ريفاً ومدينة لننسق ولنحاول تطوير ورفع سوية الحالة التعليمية في محافظة حلب. ومنذ 3 أشهر تأسست الهيئة الوطنية للتربية والتعليم العالي التابعة للإئتلاف الوطني، وكان أهم شيء قامت به الهيئة الوطنية هي أن تمكنت من التنسيق بين المحافظات المختلفة، وقمنا من خلال رعايتها بتنظيم الامتحانات التي تجري حالياً، ونحن نفتخر بهذه التجربة الرائدة أن تجري هناك امتحانات للبكالوريا الصف الثالث ثانوي في كافة المناطق في محافظة حلب وفي كافة المحافظات السورية وفي دول الجوار. هي تجربة رائدة ناجحة، نتمنى أن تتعمم هذه التجارب على كافة المناحي أيضا. قضية المدارس الموجودة في الداخل، هذه المدارس كانت تواجهها 3 تحديات. التحدي الأول هو الكتاب المدرسي، التحدي الثاني هو البناء المدرسي، التحدي الثالث هو المدرس بحد ذاته. فالكتاب المدرسي لم يكن متوفرا في هذا العام، كانت هناك أعداد قليلة جدا، حتى أن الكثير من المدارس كانت مضطرة أن تستخدم الكتاب الواحد ل4 أو 5 طلاب كي يستفيدوا منه لعدم توفر هذه الكتب. لذلك دائما نتوجه للجهات المانحة أن تقدم دعمها في هذا المجال. النقطة الثانية التي هي البناء المدرسي، كما أسلفنا هناك عدد كبير من المدارس خرجت عن الخدمة بسبب القصف. والنقطة الثالثة والأخيرة والتي هي الأكثر أهمية هي نقطة المدرس بحد ذاته. لدينا في محافظة حلب لوحدها 4,000 مدرس متطوع عملوا طوال العام بدون أي أجور، وبرغم مناشداتنا الكثيرة للجهات وللدول وللمنظمات والمؤسسات لم يصلنا إلا الشيء القليل جدا. يعني نحن في مكتب التعليم في مجلس محافظة حلب وزعنا لمرة واحدة
منحة تعليمية لكل المدرسين تبلغ 5000 ليرة سورية. تصوروا عام دراسي كامل ينال فيه المدرس فقط 5000 ليرة سورية على مدار عام دراسي كامل. فهؤلاء المدرسون، ما الذي حدث نتيجة ذلك؟ لم نستطع أو لم نتمكن من افتتاح مدارس ثانوية، لأن المدرسين في غالبيتهم هم من الطلبة الجامعيين المتطوعين، حيث أن المدرسين الذين هم داخل ملاك وزارة التربية أحجموا عن المشاركة في العملية التعليمية والتربوية خوفاً من قطاع رواتبهم، لأن النظام كان في كل حين وآخر يقطع رواتب أعداد كبيرة من المدرسين، فأحجم الكثيرون عن المشاركة في هذه العملية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. معنا الآن الأستاذ المهندس أحمد عيدو، الأمين العام لمجلس محافظة حلب الحرة. في هذه الندوة، ما هي المشاريع التي جئتم بها وتودون تقديمها لهذه الندوة وطلب الدعم لها؟ نحن بناء على دعوة اللجنة المنظمة للمؤتمر، دعوة مجلس محافظة حلب، نحن جئنا، أنا الأمين العام ومعي عدد من رؤساء المكاتب، من شان معالج الدعم المقصر الكثير، يعني الدعم الضعيف جدا اللي كان يوصلنا، فموعودين انه يكون في دعم افضل، لكن لحديث هلا لا ناخذ غير المواعيد. فما هي اهم المشاريع التي جئتم بها؟ نحن عندنا في اهم المواضيع هي مواضيع المياه، لانه الحقيقه نحن نعاني من نقص في المياه في جميع المحافظة، سواء في المدينة أو بالريف. في عندنا عدد من المشاريع الخاصة بالمياه، طبعا كمان جئنا في مشاريع التعليم. مشاريع التعليم للمدارس، معظم المدارس هي مدمرة، جئنا في إعادة ترميمها وتأهيلها للموسم القادم. وأيضا جئنا في مشاريع الطرق المؤدية إلى المعابر، لأن الحقيقة الطرق صارت صفة كثير ضعيفة جدا. دكتور طلال سنبلي، نريد أن نعرف منك رئيس ساك والذي دعوتم إلى هذا المؤتمر، ماذا حقق هذا المؤتمر بعد حضور أكثر من 91 ممثل للمجالس المحلية في سوريا؟ يعني ماذا نتيجة هذا المؤتمر، وهل سيكون هناك متابعة له، وخاصة بعد أن رأينا كيف تم الموافقة على البيان الختامي ووضع الاعتراضات عليه في داخل البيان؟ هل سيكون هناك مؤتمر متابع لذلك، وما هي النتيجة الكلية؟ هل سيتم زيادة الاعتمادات المالية لهذه المجالس؟ شكرا. أنا سعيد بلقاء الأخوة القادمين من داخل سوريا، ممثلين المجالس المحلية في سوريا من مختلف المناطق. الحقيقة كان العدد أكثر من 91 من الممثلين المجالس المحلية. كنا نرجو من هذا الشيء، وهو الذي حصل، أن يكون هناك شعور عند الأخوة في الداخل أن الأخوة السوريين موجودين خارج سوريا هم معهم مؤازرة ومساعدة وتأييدا، وأظن أن الشيء هذا تم. البيانات اللي تم إقرارها اليوم بتخص أعداد بتعد عدة نواحي من الأشياء اللي يقوم فيها الأخوة في داخل سوريا، من خلال معاملتهم الناحية الإغاثية، الناحية الإدارية، الناحية المالية، الأشياء كلها وفق عليها، ووفق على إنشاء لجنة مراقبة في المستقبل القريب بحيث تتابع هذه القرارات التي تم إقرارها اليوم. وتم بنفس الوقت، الحقيقة تم بنفس الوقت شكر الدول المانحة، شكر تركيا على هذه الضيافة الطيبة، شكر الدول العربية على مؤازرتهم، شكر الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى. وتم بنفس الوقت كذلك التأكيد على ضرورة استقلال القرار في السوري من خلال اللجان المخصصة لهذا الأمر. أستاذ عبد الرحمن ددم، مدير الشؤون الاجتماعية والإغاثية في مجلس محافظة حلب الحرة، ما هو انطباعكم على هذا المؤتمر، وهل تعتقده يعني تم إنجاز بعض الخطوات من أجل زيادة الدعم للمجالس الحرة في الداخل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل عمل صحيح وخطوة في الطريق الصحيح. هذا اللقاء، هذا المؤتمر خطوة إيجابية لو تم الاستدامة في عمله، في متابعته، بحيث أنه يتم التواصل وإيصال صوت الداخل إلى المجتمع الأمريكي والمجتمع الدولي. طبعا الثورة هي ثورة حرية وكرامة،
المطلوب نحن يكون صوتنا عالي وواصل إلى كافة المجتمعات وكافة الشرائح في البلدان الأخرى. ثورتنا ثورة حرية وكرامة، بغض النظر عن الدعم المالي أتى أو سيأتي، هذه جزئية ليست هي الأهم. الأهم هو إيصال كلمة الحق أن أبناؤنا أبناء وطننا قادرون على بناء مجتمعهم فيما لو تم التعامل معهم بالحقوق التي اعتمدتها الشرائع والقوانين والنظم الدولية. حق الإنسان في الحياة، حق الإنسان في التعلم، حق الإنسان في العمل، كل هذه الحقوق رعتها الأمم المتحدة، ولكن خلال الفترة الماضية كان هذا الصوت غير مسموع. نتمنى إن شاء الله أنه من خلال لقائنا بالأخوة السوريين المغتربين في أمريكا أن يساعدوا في إيصال هذه الصرخة لأجل رفع الظلم عن الشعب السوري. شو طبيعة الندوة القائمة حاليا؟ أنتم ترعون هذه الندوة، شو طبيعة هذه الندوة؟ الندوة هي عبارة جمعنا فيها بين طرفين، الطرف الأول هو طرف المانحين. الأطراف المانحة هي State Department أي وزارة الخارجية الأمريكية، المؤسسة للمساعدات الأمريكية، مؤسسة من الأوروبي الكندي الإيطالي والنذرلاند، حاضرون هنا ليستمعوا إلى طلبات الأخوة الموجودين في الداخل. ونحن نرجو من الأخوة الموجودين في الداخل أن يقدموا المشاريع التي يرون فيها أهمية وأولوية في مناطقهم مع بعض التفصيل وعرض الوقت وطبيعة إقامة هذه المشاريع. إذا كان بإمكان تقديمها بصورة ظاهرة واضحة حتى الطرف الثاني هو الطرف المعطي يتفهم هالموضوع هذا، وعلينا نحن فيما بعد ذلك أن نقوم للستيت ديبارتمنت ونشجعه على إعطاء المساعدات حيث يكون الوضع مفيدا. مع السيد الأستاذ أحمد عزوز رئيس المجلس المحلي لمدينة حلب. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا. ما هي المشاريع يعني التي تودون أن يدعمكم أحد فيها؟ يعني شو عندكم أفكار مستقبلية لمدينة حلب؟ والله نحن هلأ كتير محتاجين لدعم في قطاعين أساسيين، هن قطاع الإدارة المحلية وقطاع التعليم. قطاع التعليم نحن صلنا بالثورة سنتين في طلاب صف أول لم يتلقوا التعليم بعد، وقطاع التعليم يحتاج إلى إمكانيات ضخمة جدا، إمكانيات دول. نحن عنا في مدينة حلب، بحكي عن المدينة، لاحظ عنا 1868 مدرس متطوع لا يتقاضون أي أجر. كيف أنت ممكن أنت تأمن استمرارهم في العملية التعليمية؟ أكيد هو بالنهاية يبحث عن فرصة عمل، لا ما معه يستمر بالتطوع. نحن أعطيناهم خلال 9 أشهر فقط 2500 ليرة سوري. في عنا دراسة لإعادة إعمار المدارس المنطقة الشرقية عبارة عن 77 مدرسة بتكلف $2 مليون، مين بيغطيها هاي؟ وأنت إنه توقف العملية التعليمية هاي كارثة. كل تأخر يوم تأخر عام دراسي معناته أنت أخرت التنمية 10 سنوات. التعليم شغلة أساسية ما لازم توقف رغم كل ظروف الحرب، يعني لازم تستمر عملية تعليمية. المجالس المحلية مصمومة بشيء ما حدا بيتحدث عنه دائماً، إنه هي في أيام السلم المجالس المحلية تقوم بدور بسيط ومحدد ومعرف، وهو بعض الخدمات البلدية والنظامية وإجراء المخالفات والنظافة العامة وهذه الأشياء. في الأيام هاي اللي تمر فيها سوريا بهي الأزمة وغياب الدولة وحرمان هذا الشعب من كل هذه الخدمات، الجهاز الوحيد الملقى على عاتقه تقديم هذه الخدمات اللي تقوم فيها الدولة بكافة مؤسساتها ووزاراتها ومديرياتها كان المجلس المحلي. لذلك دعم المجالس المحلية له شقين، شق الخدمي اللي احنا مرتبط فيه المشاريع، وشق تكوينه اللي هو عم يحافظ على ما تبقى من وجود الدولة على الأرض السورية. فاحنا في قسم المشاريع بنحاول نساعد أقسام المشاريع والأجهزة الخدمية ضمن المجالس بتطوير مشاريعها ووصول فيها لسوية قابلة للحصول على تمويل من الجهات المانحة. يقوم قسم المشاريع باستلام هذه المشاريع من المجالس ومراجعتها وتطبيقها فنياً قدر الإمكان، لأن إحنا ما بنقدر ندعي كمان إنه عندنا كل الاختصاصات والخبرات، ولكن نجتهد قدر الإمكان ونطلب مساعدة خبراء متطوعين أو أجهزة استشارية موجودة حوالينا. عم نحاول نحول الصياغ المختلف للمشاريع اللي عم تجينا من المحافظات إلى نموذج موحد مستكمل كل العناصر المطلوبة اللي عادة أي ممول أو أي دارس للمشروع خبير بيتطلب وجودها لحتى يقدر يقرر ويبد في أمر المشروع.
هذا الموضوع تطلب عمل ورشات مع جهات مانحة، عمل ورشات لكتبة المشاريع بالمجالس لرفع سوية قدرة الكتابة. بعض المجالس عندها ناس ذوي خبرة يعني ممكن يعلمونا، لكن للأسف بعض الأماكن الثانية المتصدي للموضوع هو إنسان بطل بس مو خبير، فإحنا عم نساعده لحتى يقدر على الأقل يعطي الحد الأدنى من السوية المطلوبة حتى تكون مشاريع مقبولة وقابلة للتمويل. عندما قلت نحن لا نستطيع أن نصدر أنفسنا، الآن تفاجؤون بحواراتنا وكأننا فجأة لم يبقى عندنا أدب ولا ثقافة ولا علوم ولا شعر ولا رواية ولا موسيقى، فقط نحن مجموعة من الأشخاص الذين نتقاتل على شيء ربما أصبح الآن بالنسبة للعالم غير مفهوم. سأختم بثلاث كلمات فقط: حريتنا تعني وحدتنا الوطنية، وحدتنا الوطنية تعني مستقبلنا. لا مستقبل لنا إلا إذا عدنا إلى سوريتنا. عشتم وعاشت سوريا حرة أبيكم.